أبي وأخي وعمي. ويل لمحمد ما فعل بهم. هند بنت عتبة العبشمية القريشية الكنانية، أبوها عتبة بن ربيعة سيد معروف في قريش، اشتهر بحكمته وسداد رأيه، كان لها شهرة قبل الإسلام وبعده، وزوجة أبو سفيان وأم الخليفة الأموي معاوية رضي الله عنه، وكانت تعرف بسداد رأيها وعقلها الراجح. ولما بدأ الرسول بدعوته في مكة كانت من أشد الأعداء له، أمضت حياتها كافرة بادئ الأمر تتآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد معركة بدر التي قتل فيها أبيها عتبة وعمها وأخيها الوليد، فهي من قامت بإغراء وحشي على قتل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن قتلت حمزة سأعطيك كل هذه الحلي التي ألبسها. وبعد معركة أحد لقبت بآكلة الأكباد لأنها شقت صدر حمزة رضي الله عنه ولاكت كبده، وروي عنها أنها قالت: لقد كنت أرى في النوم إني في الشمس أبدا قائمة، والظل مني قريب لا أقدر عليه، فلما أسلمت رأيت كأني دخلت الظل، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. ولقد أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان. وروى معاوية رضي الله عنه قصة إسلامها قائلا: سمعت أمي وهي تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: فعلت يوم أحد ما فعلت من المثلة بعمه وأصحابه، كلما سارت قريش مسيرا فأنا معها بنفسي، حتى رأيت في النوم 3 ليال كأني في ظلمة لا أبصر سهلا ولا جبلا، وأرى تلك الظلمة قد انفجرت عني بضوء مكانه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، ثم رأيت في الليلة الثانية كأني على الطريق، فإذا بهبل أعظم أصنام قريش عن يميني يدعوني، وإذا بإساف وهو الصنم الذي كانت تنحر له الذبائح يدعوني عن يساري، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي يقول: تعالي هلمي إلى الطريق. ثم رأيت في الليلة الثالثة كأني واقفة على شفير جهنم يريدون أن يدفعوني فيها، وإذا بهبل يقول: ادخلي فيها. فالتفت فإذا رسول الله من ورائي آخذ بثيابي، فتباعدت عن شفير جهنم وفزعت، فقلت: هذا شيء قد بين لي. فعدوت إلى صنم في بيتنا فجعلت أضربه وأقول: طالما كنت منك في غرور. وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته. هذا هو القسم الأول من حياة الصحابية الجليلة هند بنت عتبة، سنروي لكم قصة إسلامها وجهادها مع المسلمين في فيديو آخر. إلى حينها ندعكم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.